نبدي معاكم احلى فقره. انا وايد احب هالفقره، وايد احب اتفلسف بهذه الفقره، فقره الشوبينج اونلاين. طبعا هذه الفقره من احلى الاشياء اللي انا احب اعلن عنها. ابلكيشن شي ان الخطير، طبعا هذه القطع كلها من ابلكيشن شي ان. شوفوا هذا الجاكيت انا لبسته من قبل، شوفوا الكواليتي حق الجاكيت. طبعا هذا بعد من احلى الجاكيتات اللي صورت فيها اوتفيت، وايضا هذا القميص اللي جاي على جاكيت. ما تتخيلون ايش كثر الخامة والكواليتي حلوة. طبعا هذا راح اعطيه حق فرح، لانه فرح قالت تبي، شافت سنابي قالت ابي هذا البلوفر وايد حلو. وطبعا غير البلوفرات اللي ماخذها، شوفوا اشياء عملية وبنفس الوقت هذا غريب، يعني هذا ما هاينك ولا غلطة. بعد شوفوا هذا وايد حلو. طبعا عندي وايد قطع، يمكن انا وريتكم اياها وفي اشياء مو موريكم اياها. هذا مثل بنطلون ايزي انا نسميه هذا، لان السايل البناطير اللي يسويها ايزي. شوفوا وايد خامته حلوة وبنفس الوقت عملية. ابليكيشن شي ان في كل شيء، كل اللي انتو تحبوا. شوفوا هذا ايضا اعزائي المشاهدين، هذا مثل اللي مرة سألتولي عنه، قلتولي من وين ماخذه، اللي جاي جنطة، هذه حلوة حق السفر، هذه خطيرة حق السفر. وايد عندهم اشياء حلوة. طبعا غير الشوزات اللي عندي اياها خاشهم، دقيقة الحين اوريكم. طبعا هذه النظارة وايد هم ناس سألوني عنها. هذه النظارة ترى أدري أنها تنباع، ترى الأصلية تنباع قيمتها 100 وشي. شوفوا كده عرفتوا البراند. هذه النظارة وايد الناس هبة فيها وهبة السنة، تنباع تقريبا 100 وشي. وتخيلوا بشي إن أعتقد دينارين، كنا دينارين، متخيلين طالبها مرتين من كثر ما أنا إنسان يضيع النظارات، فأطلبها مرتين يعني عشان أمن المستقبل. ندخل على أبليكيشن شي إن. طبعا شي إن مسوين خصومات توصل ل70% على كل المنتجات. ندخل على المن، أيوة الجاكيت النار. عندهم طبعا جاكيتات خيال. انا عندي بالنسبة لي رقم واحد بشي ان الجاكيتات، وايد حلوين واسعارهم جدا مناسبة وايضا عمليين، ويعني الكواليتي قوي على فكرة. طبعا في اقسام وايد حق الهوديز، حق التيشيرتات، الجاكيتات، في وايد اشياء واقسام. مثلا نيو ان، خلينا نشوف شنو الاشياء النيو ان. ولا تحاتون، ترى عندي لكم كود خصم، يعني الشيء اللي ما عليه خصم افا عليكم اضبطكم. شوفوا الجاكيتات والاشياء الجديده اللي منزلينها، شوفوا اسعارها خطيرة، وايد اسعارهم حلوة وكواليتيهم وايد حلو. هذا الشيء اللي انا احبه بشيء. ندخل على الومن. طبعا شوفوا هني السيل الخضير على القطع الجديدة. شوفوا هذه منو؟ هذه منو؟ هذه فرح الهادي؟ ها؟ مع منو؟ مع عقيل؟ الله يسعدهم. الحلو بشي ان تقدرون تحصلون اشياء وايد خطيرة وقطع وايد خطيرة باقل الاسعار.
يعني في اشياء تكون شتويه والكواليتي مثل ما قلت لكم حلو، والجاكيتات تكون حلوه لكن باسعار جدا قليله ومناسبه ايضا للاطفال. ملابس حلوه، شوفوا لبس الاطفال شحالاته، اقسامه جدا جميله. الله حلو هذا والله، شوفوا اشياء وايد حلوه. وايضا في للبلاس سايز عندهم البلاس سايز، وايضا الاديت هذا نقدر هني نسوي لقطة حلوة، مثلا نكتب هوم. شوفوا عندهم اشياء للهوم خطيرة، ويعني شوفوا مثلا عندهم ايضا هذا فرح وايد تحبهم، عندهم وايد اشياء حلوة. الله هذا حجيب ترى، عندهم اشياء وايد حلوة وغريبة بنفس الوقت. يعني احس بين فترة وفترة ينزلون قطع وايد حلوة للهوم. شوفوا شلون عندهم هذا الجهاز اللي حق الاكل تقدرون تسكرونه، وايد اشياء حلوة. هذا الجاكيت الكل انهار عليه، شوفوا شلون نفس الطريقة هذه وفعليا يدفي. طبعا نزلوا منه كمية وايد قوية، كل المقاسات سوايب اب عشان يطلع لكم، وسعره وايد مناسب. حطيت لكم لينك هذا الجاكيت لان في ناس وايد دوروا عليه وما حصلوا. اي ادري في شيء عطرينه الكود، طبعا الكود خصم 70% و 15%، خلنا نحسب 85% خصم على كل القطع. عليكم بألف عافية، راح أحط لكم الحين الكود، الكود 15 عقيل بالإنجليزي 15 AQEEL، هذا هو. وراح أحط لكم بعد هالسنابة الكود والسوايب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.